السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اش اخباركم؟ لاباس عليكم البنات؟ كنتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. كنتمنى تكون الامور هانية عندكم، وكنتمنى تكونوا مدوزين رمضان على خير وبخير. بديت بهذا النهار جيت معكم باش نشارك معكم واحد البسبوسة تركية بايادي مغربية، وكنتمنى تلال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. بالنسبة للمرحلة الأولى كنحتاجو لهاد البسبوسة جوج بيضات 250 غرام ديال السميدة، جوج خمارات ديال الحلويات، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال سديدة، قشور ديال الحامضة مبشورة، ورشة ملح. بالنسبة لهاد البسبوسة غنديرها أنا والدراري، لان نشارك معكم هذه الوصفه انا والدراري نصايبها ان شاء الله. كناخذوا جوج بيضات هما الاولين، كنزيدوا كاس ديال السكر سديده، قشور ديال الحامضه مبشوره، رشة ملح، كنخلطو كل شيء في خلاط بالطراب الكهربائي. في هذه المرحلة كنزيدو كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، وكنجمعوا الخليط وكندوزوا السميده. كنديروا السميده باش كنزيدوها، فاش كنضربوا الخليط كنزيدوا السميده، وكنديروا فيها جوج خمارات ديال الحلويات، وكنزيدوها فوق الخليط بشويه بشويه حتى كنحصلوا على خليط متجانس. والسميده كتشرب، يعني تلاحظوا هذه المساله. كنضربوا مزيان بيدينا، نستعمل الخلاط الكهربائي ماشي مشكله. في هذه المرحله فاش كنوجدوا الخليط ديالنا كنقسموه على جوج، كنديروا النص كندخلوه للفران، والنص كنخليوه على جنب. كي كنحسوا به غير تشمع، غير وقفات داك هذا، عاد كنخرجوه باش ندوزوا للمرحله الثانيه، ندوزوا لتحضير الكريمه. بالنسبه لتحضير الكريمه شنو كنحتاجو؟ كنحتاجو 3 ديال الفرماج كيغي، نصف لتر من الحليب، 3 د المعالق كبار من النشا، و 4 د المعالق كبار ديال السكر سنيده، السكر سنيده على حسب الذوق، و جوج ياغورت طبيعي اللي تقدري تعوضيه بالكريمه السائله يعني ولا فاني. كتقبض كتاخذ نصف لتر من الحليب، كدير تزيد النشا 3 المعالق د النشا، وكتخلطو مزيان، كتزيد السكر سنيده على حسب الذوق، وكتخليه حتى كيعقد، حتى كتشوفو كيولي هكا على هذا الشكل تيعقد. عاد كتزيدي 3 ديال الفرماج، ممكن ديري حتى المثلث بحال اللي درت انا. كتزيدي الفرماج حتى كيذوب مع كيكون سخون، وكتزيدي ياغورت طبيعي حتى هو حتى كيذوب، كطربيه مزيان. هاد الساعه كتكوني هزيتي من على النار. دابا صافي تشمعت الطبقه الاولى، كنزيدو فوق منها الكريمه وكندخلوها للفران حتى كتشمع شويه. دابا فاش هاد المرحله فاش كندخلوها للفران كتشمع شويه، دابا هي تشمعات، زدنا الماء، زدنا فوق منها الخليط اللي كان باقي لينا، دخلنا للفران تتحمر ولا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. ف
فاش تحمر حضرنا ان سيغو. السيغو كتحضروا بالماء والسكر وبالتنسيمه، يا التنسيمه ديال الحامض، انا كندير تنسيمه ديال الحامض، يا كدير لافاني. كديري كاس ديال الماء وكاس ديال السكر سنيده، بيان سور السنيده على حسب الذوق تقدر تنقص، وكديري النسمه اللي بغيتي، يا كديري نص حامضه يا كديري لافاني. صافي هادشي حتى كيوجد لك السيرو ديالك وبالصحه والراحه. ها هي وجدت لينا هذا. بيان سور بغيتي بالنسبه للتزيين كتزينوها باش ما بغيتو. انا درت هنا القرقاع واللوز، داكشي اللي عندي متوفر، اللي كيكون عندي انا هو اللي كنستعملو، يعني ما كنفكرش نجيب شي حاجه من هذا. الا كانت عندك اي حاجه ممكن تزين بها، ما تبارك كتجي هاد البسبوسه رائعه، وكنصحكم البنات تجربوها وما تندموش عليها ان شاء الله. دابا نحضروا عصير موخيتو. نحتاجوا 3 ديال الحامض موخيتو بالزنجبيل، نحتاجوا 3 ديال الحامضات، جوج حتى 3 د العريشات ديال النعناع، وزنجبيل. تناخذوا 3 الحامضات كنقيهم كنديرهم في مولين في الطراب الكهربائي في مولينكس، كنديروا النعناع، كنزيدوا النعناع، كنزيدو 1 لتر الماء، لتر د الماء، كنزيدو لي كلاصون. الا كانوا عندنا، ما كانوش عندنا لي كلاصون، كنديرو الماء بارد. شوفو نتوما شنو بغيتو. هاد العصير كيجي منعش، وكنصحكم البنات تجربوه. كنديرو السكر على حسب الذوق، وبيان سور الا بغيتي دير الزنجبيل، المهم هو هذا موخيتو بلا زنجبيل موخيتو، انا كنزيد ديك الطر ديال الزنجبيل، يعني كندير موخيتو بزنجبيل. هي النتيجه، كناخذو كنصفيوه كيجي على هذا الشكل رائع، وكنصحكم به بالصحه والراحه. ولا عجبكم الفيديو ديال هذا النهار كتمنى ما تبخلوش عليا بلايك، تفعيلي الجرس، بارطاج، وكنشكركم بزاف. راكم مبروك، بالصحه والراحه.